دقائق وتفتح لعبة فيفا 24. اليوم يا جماعة الخير بإذن الله بنلعب فيفا 24 في هذا القناة لأول مرة. السلام عليكم، معكم ذترو. يا جماعة الخير، زي ما انتم عارفين أنا لاعب فيفا وأحب الكورة. اليوم بنلعب فيفا 24. مستحيل ما أحد يحب كورة، أو من النادر تلقى أحد يحب كورة وما يلعب فيفا. فإذا عجبكم المقطع لا تنسى لايك سبسكرايب. جربت الويب أب قبل بس ما كان في شيء، يعني سويت تحديات بسيطة جدا حق التأسيسية. لديك مكافآت، حلو أوكي في مكافآت والله عطوني. عند 1600 بوينت يا عيال، شلون؟ حلو في تفجير باكجات يعني. يلا نفتح باكجات، نفتح باكجات يا عيال. والله ما كنت ادري. والله يعطيهم العافيه، والله ما قصروا. شوف كيف الانيميشن، ارجنتينا ميسي. والله ما ادري منو ذا، بس والله حلوه 1600 بوينت. هزمه لاعبان، والله بسم الله هزمه لاعبان. ان شاء الله يجينا فيها لاعب تركي. سيديم، من تركي سيديم؟ اوزكان. والله طاقته حلوه والله، يمكن يضرب التشكيله في البدايه. هزمه لاعبين معارين، طلب مسبق. يلا خلينا نشوف. اوكي عضو جاني هلا. وش لاعب سفير؟ اوه اختم فينيسيوس صراحه. ابدا من عندنا يا جماعه الخير 1000 وذا 1000 وكم نقطه. خلينا نسوي معاينه لهذا. ما اعرف ترى الوك اوت ولا لا. اوه الاتفاكي هندرسون، ما اتوقع يجيب شيء هندرسون. مدام عندنا 1600 بوينت خلينا نفتح باكجات. يلا بسم الله، اول باكج بالبوينت. هولندي كام؟ من هولندي كام كويس ما فيه. اوه سيمون حلو والله طاقاته 87 سرعة 78 اي 87 شيل ضيع. اوه شوف سعره والله غالي والله، جميل جدا جميل. اللهم لك الحمد جتني 1600 نقطة، والله ما ادري كيف يا عيال، بس رزق من ربك يا رب يا رب يا كريم. اوكي لاعب خارق سوبر اسباني. اوكي اتوقع ذا ورك اوت صح؟ ما ادري في اشياء غريبة جديدة. قوي قاية اوكي، بديت افهم الباكجات. اذا صار شعار فيفا كذا طلع اعرف انه لاعب فوق ال 80. احنا نبي اي واحد في البدايه، نبي اي لاعب بيفيدنا في النهايه. يا رب لاعب خارق. اوكي هذا بسرعه جاء. كام برايتون جري علي. والله لا انا اقدمك. اوكي اوكي لا صار غلط علي، في شيء انا ما فهمته في الباكجات. طب لي سرعتك 56 يا ساتر، شوف الزومبيات اللي جوني. بسم الله بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. فرنسي سي ام. كنت لو اتحاد انقله كانتي على طول. الله حياك الله يا اخته فرنسا. والله حلو هذا، تشبك تشكيلتي لان تشكيلتي فرنسيه اللي لا ابغى ابيعك. اللي بعده باقي لنا 5 باكجات. اجا بسرعه اسباني جي كي تشيلسي. كيبا ولا كيبا انتقل مدريد؟ اي انتقل مدريد. سعر تشكيل الدوري الانجليزي دائما في البدايه كويسه، شفتوا؟ سعره حلو والله 1008 1004 1000 لا والله مو بحلو. كل ما لا ينقص 150 بوينت طفرتونا فيفا. هولندي سي ام ميلان مين؟ اوكي طاقته والله حلوه كلها فوق ال 70 ولاعب 78 والله حلو والله. خلينا نشوف كم سعره. مو بشيء بس بديل 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 خارق. الى الان ما جانا اللاعب السوبر او على الاقل لاعب غالي. اول ما حسبت الحين اعرف احسب. اخر باكج ايه اخر باكج سي بي الماني من انتي معليش. يلا اخر باكجين. يلا سويسري ار ام، من في سويسري ار ام كويس؟ اوكي انت سريع بس وش النادي ذا؟ الله يعطيك العافيه على شغلك ذا. يلا اخر بك. يا رب يا كريم لاعب خارق يا رب يا رب. برازيلي سي اف فيرميني صح؟ انا يعني اقسم بالله حسبت فرنسي. تعرف اللي قلت برازيلي بس قلت سي اف ما في الا بنزيما بالاتحاد. حلو حلو رومارينا اول لاعب من الدوري السعودي، حلو جدا يدخل بعد التشكيله ترى والله طاقاته مره رهيبه يلعب ستيو كام. بس اقسم بالله اني حسبت انها بنزيما. يلا يا صراحه يعني طلعنا بفايد صراحه من الباكجات. خلينا بس نضبط النادي الحين، نسوي بعض التحديات برضه. بوريكم التشكيله بعد ما نخلص منها. طيب يا جماعه الخير هذا اللي سفينا عليه الى الان، تشكيله متواضعه جدا. بغينا نسوي تحديات كثيرة على بال ما هذا، فأول تحدي بنسويه اللي هو تحدي ال 250 هدف أتوقع. سجل 10 أهداف سقاطي، سجل 50 هدف تسديد قوية، سجل هدف واحدة من ركلة مقصية 75 50 100 50 تبدأ المعروف يعني. فبإذن الله يا جماعة الخير برجع لكم بعد ما أخلصها. طيب يا جماعة الخير عدنا لكم بعد ما خلصنا التحديات، خليني أوريكم التحديات اللي خلصناها. فعندنا أول شيء سكواد باتل يعطينا لاعب بلس 82 فجميل جدا. انتريدبل. طيب وفي باكجات الاسيست والجول. الاسيست عندنا جولد باك هذا رخيص،
يمدينا ناخذ نسوي كولكت بسرعه. تو ريل جولد بلاير باك، بريم جولد بلاير باك، فهذا اتوقع 35,000 نسوي كليم اول. وعندنا في الفينش عندنا ميجا باك ورن ميجا باك، ما ادري ايش الفرق صراحه بين رير، معليش رير ميجا باك وفولي اللي هو حق بريميوم جولد بلاير، و 50,000 الظاهر هذا 100,000 50,000 و 100,000. يا رب يا رب يجينا شيء كلان تريدبل. وعندنا بعد اوكي الباكيجات هنا عندنا 2 بلس 80 والثاني 2 بلس 77. وهنا انا ودي صراحه ناخذ ال 10 بلاير بس انتريدبل، فباخذ بلس 2 او 2 بلس 84. نبغى نضمن، نبغى نضمن لاعب ووك اوت. وهذا اوكي هذا بيك بلاير، يا رب يا رب يطلع لي احد. خلينا نفتح بيك بلاير على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا كريم. اوكي والله ذا رهيب ديم، هذا رهيب. شوف طاقات 88 والسرعه، والله شكله غالي. لا والله مو بغالي ابدا. فبسم الله نروح ستور، وعندنا باكجات رهيبه، فيا رب يا رب يطلع لاحد. يلا بسم الله خلينا نفتح الباكجات. الباكج الاول عندنا باكج 5000، ما اضمن شيء فيه، فاذا جانا ذهبي الحمد لله. اوكي شكله يلمع، ما ادري الا ما اعرف ترى يلمع ولا ما يلمع، خلينا نشوف. اوكي يلمع، اوكي نايس نايس. والباكج الثاني عندنا 7500 اي بريم جولد بلاير او جولد باك. اوكي ستي ياباني، منو ذا؟ مع سلتك. اوه والله والله سريع والله. فور هيفي ما ادري والله اسمه. فهنا بريم جولد بلاير هذا، اوه مضمون زي 80 مضمون. يا رب لاعب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجنتيني البي اشبيليا اكونا، كم طاقته اكونا؟ 85 حلوه 83 نايس. اه خرشنا الله يرجب لي 40,000 بس حلو. 85 خليه بعدين، حتى ما يمدينا نبيعه يعني، اكيد تخلي بعدين. والباكج نفسه بريمي جولد بلاير. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. مين ايطالي سي ام انتر؟ اوه ووك اوت ذا، ليش حسيت انه ووك اوت؟ اه شوف فابيو مارتينيز 2 زائد 78 يا رب يا رب. انجليزي ار دبليو مع السيتي، مين انجليزي ار دبليو مع السيتي؟ بنت 84. اوه والله طاقته حلوه ديم والله. دك هذا او ذي مالكم مالكم الاسطوره. يا سلام يا سلام، عندي الحين تشكيله السعودي حلوه. اي صح ما وريتكم التشكيله، خلنا اوريكم التشكيله اللي حطيتها. هذا سويت التشكيله الابتدائيه او مبدئيه، مبدئيه. بنحط مالكم هنا تعال، فبغالة تعديلات عاد، يبغالنا نغير الوسط والدفاع بس. يلا خلينا نشوف الباكجات كمل بس. طيب اثنين لاعبين زي 80. بسم الله الرحمن الرحيم. اوروغواي سي ام من انت 180 حلو والله، جانا وسط من الدوري الانجليزي. طيب عندنا بلس 82 واحد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. برازيلي سي اف الاهلي فيرمينو، محرز فيرمينو بودبوس هذا 5-4. اوح وش ذا سعره مره مخيس. طيب هذا 2 زائد 84، اذا ما طلع لي ووك اوت عيب يا فيفا والله عيب. خلينا نشوف اول ووك اوت ان شاء الله. فرنسي سي بي ليون من في 84 بنت اكيد صح؟ اي والله اني قايله. رينارد اوح 88 بس والله سعره مره رخيص 6000. وين السعر؟ طاقاته جدا سيئه، بالدفند 91 والباقي كله سيء. هذا ما فتحته قبل. تو رير جولد بلاير تركي سي ام توكلوكلوكو، عاد كيف تقول اسمه ذا؟ تشالو كالوجو 85 هو اوكي ما انتبهت والله. طيب دخلنا على العميق والغبيط، فعندنا هنا رير ميجا وميجا وجمبو، فبنفتح الميجا مضمون زائد 82 يا رب لاعب. بسم الله اسباني سي دي ام رودري بوسكيتس بوسكيتس، اقلع بلي سرعتك يا شيخ. زومبي والله زومبي، هذا قبل شيء 50,000 انا احسب انه ميجا. هذا الميجا رير ميجا اسباني. لا 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 يرحم امك، توك جايني يقلب لي. وش ذا جلتش ذا؟ حول ولا قوه الا بالله. ابو ذا الوجه جاء خويه بعد، جابوا لي ميسي بستانس، اما غيره لا. جاني امبابيه، ابلعك وكسل يا شيخ، بعدين رجعك عاد بلاب. والله حرام والله اخذت ساعتين وانا العب في ما يجي لاعب، والله عيب يا فيفا. يلا رير ميجا ثاني مضمون 83 وفوق. لا يقلع يا عيال والله جلتش. اشوا اشوا مو بهو اشوا مو بهو. رودري رودري يا عمري 89 رودري عند سرعته الزقنيه بس. يلا والله جربي يجلطني لو جاني نفسه. هافرتس
الله سعرك جدا سيء يا رودري. عندنا يا جماعة الخير أقوى باكج عندنا يا رب يا كريم يا رب، مضمون لاعب 84 فوق يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. برتغالي سيم. أوه برناندو 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 ليتس جو. سوالة سرعتك سيئة يا برناندو. أدري كويس أفرح ولا لا؟ والله الله سيء صدقون. بس يلا يلا وسط وسط عندنا وسط الحين رودري وبرناندو. حلو والله يلا الحمد لله جاني رودري وذا والله كويس صراحة. كبداية اللعبة يجيني واحد ريت 89 والثاني 88 حلو والله. فهذه تشكيلتنا المبدئية يا جماعة الخير. أشوف أنها كويسة يعني ممكن كذا يصير ما يلعب كام. أنا أشوفها كبداية مقبولة. إلى هنا وصلت المقطع، أتمنى أنكم استمتعتوا معي. كان معكم ذاترو وأكتبوا لي اقتراحاتكم في الديسكريبشن يا جماعة الخير. وش أغير وش نسوي. كان معكم ذاترو، إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.